يعني اسالها على اخر كليب دي انا اتناقش فيها انا وانت واحمد في عربيه بتمشي في الاخر ده معناه ايه؟ هو يعني هو جه ولا مشي ولا ما رجعش؟ هلا هي مقصوده انه ما نعرف هو يمكن اجى يمكن لا. طب انت قلتي يعني انت عشت يمكن رجع عشت التجربه دي. ايه ما رجع لا ما رجع ما رجع مش محتاجه ما رجعش بس اللي رجع اجى حب جديد واجى حب كتير حلو وكتير كتير شو بقولوا اصدق اصدق ايه يعني مش هيك كنت عم بقول انه اوقات العلاقه بتخلص ونحن انت بتعرفي يعني وقتها تخلص العلاقه بنبكي وبناكل كثير وبنزعل كثير بس بالاخر بيجي شيء احلى اجمل اغلى من الاوقات صح اكيد ما اصل لو جه اوحش يبقى مشكله عندنا مش في حته ثانيه حاجه انتم بتفهموها اكتر بقى بصراحه يعني انا شهادتي مجروحه فيها انتوا بتعذبوا احنا دايما الوحشين يعني